العرق كان قرب يموتني. العرق؟ ايوه العرق. طب ازاي؟ هقولك، مرة أنا وصاحبي قررنا نتسلق جبل ضخم بأقصى سرعة ممكنة ونخيم فوق قمته الليل كله. كان التلج كتير وواصل لحد الركب، والطلوع أخد مننا ساعات عشان نقدر نوصل للقمة. لكن أول لما وصلنا لقينا إن كل هدومنا غرقانة عرق، وللأسف ما فكرناش نجيب هدوم تانية معانا، وما كانش معانا غير الخيمة والحاجات اللي حننام فيها. ياه، ده أكيد بردتم جدا. بالظبط، كنا بنترعش ومبلولين وحنتجمد من البرد واحنا نايمين. كانت اكتر مرة حسيت فيها بالبرد. الموضوع ما خدش 10 دقايق عشان نقرر اننا نستسلم ونلم كل حاجة وننزل من الجبل. حقيقي كنت فاكر اني خلاص هتجمد. كويس انكم كنتم مخططين وجايبين معاكم حاجة تناموا فيها. ايوه، بس ما كناش مخططين اننا هنعرق بالطريقة دي. بصراحة ده كان سوء تخطيط منكم، انتوا كان ممكن تموتوا على فكرة. فعلا كلامك صح، التخطيط حقيقي مهارة لازم نتعلمها. عندي أصدقاء بيحبوا التخطيط جدا، لكن بالنسبة لي الموضوع خد مني سنين عشان أقدر أكون كويس في التخطيط. قصدي أني أخدت وقت عشان أقدر أعمل خطط لكل يوم أو كل أسبوع. بالمناسبة أنا وصلت أن بقى عندي خطة يومية رائعة مكتوبة دلوقتي. تعرفي أن في ناس بتستمتع كمان أنها تعمل خطط أكبر، زي خطط كاملة للحياة؟ أنا بخطط أسبوعي بالعافية، ما بالك بقى حياتي كلها. لكن دي حاجة موجودة بالفعل، في خطة كاملة لحياتك. خطة ايه دي؟ احنا اتخلقنا عشان نعرف الله ونحبه. كلنا سمعنا الكلمتين دول قبل كده. لا بجد، هي دي الخطة. الله خلقك بهدف معين، وهو انك تعرفيه وتحبيه. دي كانت الخطة من البداية والحد دلوقتي. الله في خطة خير مطلق، خلقنا بكل حرية عشان نشاركه في حياته المقدسة، وهو ده الهدف من البداية لكل شيء. تمام، اكيد ده مفهوم بالنسبة لي، ان الله عنده خطة للعالم اللي خلقه. لكن ايه اللي حصل؟ الله عنده الخطة دي من البداية. الله خلقنا كلنا ودعانا اننا نعرفه ونحبه. الله دايما بيقرب لينا، لكن الخطية بتشتتنا وتفصلنا عنه. طب ما الخطية دمرت كل حاجة. بالظبط، وعشان كده الله ارسل ابنه عشان يلم شملنا مرة تانية في عيلة واحدة هي الكنيسة. ايوه فهمت، وبكده يسوع كشف لينا الخطة؟ مظبوط. فكري معايا شوية، الله ما خباش عننا خطته، دي حاجة مهم اننا نفهمها. الله كشف لينا خطته وارسل لينا شخص هو ابنه الوحيد في ملء الزمان بجسد لحم ودم زينا، وعرفنا خطة الله بلغتنا البشرية. الله بيقول لنا خطته بنفسه وبيدعونا كلنا في ابنه ومن خلال ابنه علشان نكون أبنائه بالتبني في الروح القدس ونشاركه في حياته ونعرفه ونحبه، بداية من هنا على الأرض ودلوقتي في زماننا الحاضر. ويسوع قال لنا كل حاجة صح؟ بالظبط، الله عايز الكل يعرفه في كل زمان وفي كل مكان. عشان كده يسوع أرسل الرسل ليعلنوا البشارة السارة بخطة الله لمحبة الخير، والبشارة السارة دي وصلت لينا عن طريق الرسل ومن جيل لجيل حفظتها الكنيسة بأمان، وكلنا مدعوين إننا نستجيب ليها ونخليها هي خطتنا الشخصية كمان عشان ننمو في معرفة وحب الله ونشارك في حياته بإننا نكون جزء من عيلته اللي هي الكنيسة. وبالتالي إحنا النهاردة نقدر نسمع ونفهم الخطة دي من الكنيسة اللي استلمتها من الرب يسوع، وكمان نقدر نخليها خطتنا الشخصية، مش كده؟ بالظبط هو كده. الخطة المعلنة دي بتسمح لينا إننا نعيش دعوتنا، لأن الله خلقنا عشان نعرفه ونحبه، هي دي دعوتنا الأسمى. ومن هنا جبنا كلمة كاتيكيزم. بصراحة الكلمة دي مش فهماها، دي يوناني بالنسبة لي. ده حقيقي، كلمة كاتيكيزم اللي بنقولها على التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية بتيجي من اللغة اليونانية ومعناها صدى الصوت، والكنيسة استخدمت الكلمة دي عشان توصف بيها عملية تسليم خطة الله والبشارة السارة ودعوة كل الناس للاستجابة واختبار خطة الله ليهم. الكنيسة بتردد صدى صوت خطة حب الخير عبر القرون. ترديد صدى اللي استلمته الكنيسة من الله؟ بالظبط، وإحنا كلنا مدعوين إننا نشارك في صدى الصوت ده وإننا نشاركه في محبة مع عائلتنا وأصحابنا وجيراننا وكل العالم أجمع. في الحقيقة الكاتيكيزم أو التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية هو ملخص لصدى صوت الخطة دي. كاتيكيزم الكنيسة الكاثوليكية هو الملخص الرسمي لوديعة الإيمان أو صدى الصوت اللي وصل لينا، وبالصدفة إن الكاتيكيزم ده بيبدأ برضو بالخطة. طب ما تقولي إيه هي الخطة دي؟ بجد؟ أيوة طبعاً، عرفني إيه هي؟ حاضر، هقرالك دلوقتي السطور الأولى من الكاتيكيزم. إن الله اللامتناهي الكمال والسعيد في ذاته خلق الإنسان خلقاً حراً بتصميم من مجرد صلاحه لكي يشركه في حياته السعيدة.
ولهذا فهو في كل زمان وكل مكان يعمل على مقاربة الإنسان، إنه يدعوه ويعضده في تطلبه تعالى ومعرفته ومحبته بكل ما لذلك الإنسان من قوة. إنه يستدعي جميع البشر الذين فرقتهم الخطيئة إلى وحدة أسرته الكنيسة، وفي سبيل ذلك أرسل ابنه عندما آنت الآونة فادياً ومخلصاً، وفيه وبه يدعو البشر إلى أن يصبحوا في الروح القدس أبنائه بالتبني، ومن ثم ورثته في حياته السعيدة. اللي فهمته من اللي قريته دلوقتي هو إن في خطة وإنها موجودة في الكاتيكزم أو التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، وعشان كده المفروض إن أقراه. لكن بصراحة أنا مستصعبة الموضوع، وبيفكرني بالكتب الصعبة اللي كنت بذاكرها أيام المدرسة. أنا فاهم قصدك، بس الكاتيكزم أكتر من مجرد كتاب معلومات. الكاتيكزم بيفكرنا إن فترات التجديد في الكنيسة هي برضو فترات مكثفة من التعليم المسيحي، عشان كده الكاتيكزم المفروض إنه يغيرنا، فهو مكتوب عشان يساعدنا نعرف الخطة الكبرى لحياتنا، وكمان عشان نستجيب ليها ونخليها هي خطتنا الشخصية. الكاتيكزم المفروض يساعدك تعرفي وتحبي الله، وهو ده اللي بيبدأ بيه كل شيء، بخطة ليكي مع الله وأي حاجة تانية المفروض تتفهم في ضوء الخطة دي. وكل ما بنعيش أكتر هدفنا وغايتنا وخطة الله، كل ما بيحصل التجديد في الكنيسة، لأن الله خلقنا كلنا عشان نعرفه ونحبه. كل حاجة بتبدأ من الخطة دي.